سترجعين يا منبوذة أو تنزفين، الخيار لك. طريق، الطريق. أيها المحاربون تنحوا، هي مرحب بها. قلب الأم مفتوح لك. تعال. معظم النور ليس بوقاحة أولئك الحمقى. أنت تيرسا؟ ومن أكون غيرها؟ هيا تعالي، أنتظر هذا اليوم منذ زمن طويل. فعلا؟ أجل، لكن حاليا سأتركك. علي أن أؤمن بعض الغرباء الليلة. أنت ماذا؟ مبعوثون من قبيلة أخرى، الكارجا، جاءوا لمشاهدة الإثبات، ولكم يكره النور الكارجا. كارجا، هذه مشكلتي، سنتحدث لاحقا. أما حاليا استمتعي بالاحتفال. بيمين نهاية هذا الطريق ستجدين صديقا يتوق لرؤيتك. لكن لا أعرف أحدا هنا. حاولي إخباره بهذا، سنتحدث لاحقا، عسى أن تحميك الملهمة. ماذا يجري؟ إيلوي. أنت إيلوي صح؟ أذكر اسمك جيدا؟ أنت الصديق الذي ذكرته تيرسا؟ لا أعرفك. أرى أنك لم تعرفيني، لقد مر وقت طويل. اسمي تيب، كنت في نصف حجمي عندما أنقذتني من قطيع الروبوتات. أذكر هذا، حاولت أن تشكرني. لم أنسى ذلك اليوم، كم تمنيت أن أراك ثانية إن اشتركت في الإثبات. كما ترين لم أنجح أن أكون صيادا، فأنا أخدم القبيلة كخياط صانعا للملابس والدروع. استعدادا لهذا اليوم صنعت زيا لك، تفضلي. كم يكلفني؟ يكلفك لا شيء، اعتبريه شكرا مني لما قدمته. متأخرا. يبدو مناسبا تماما. شكرا يا تيب، لم أحظ بشيء كهذا من قبل. إنه لك، سترين أنه يوفر حماية أفضل بكثير. كل زي يقدم بعض المزايا، عملية مفاضلة. عموما لن أعطلك أكثر، توجهي لكوخ الحكيمات، سوف تعرفين. بناء خشبي. قالت تيرسا شيئا عن هذا سبب غضب الحجد، عهد الكارجا لزيارة أرضنا المقدسة مجددا. غاط سنبارك الإثبات، لكن أولا لنرحب بالضيوف. طوال عامين كنا في سلام مع الكارجا، حان الوقت لاستعادة تجارتنا مع ميريديان. أولئك المبعوثون جاءوا إلينا رافعين راية السلام. سلام؟ أي سلام؟ إن هذا إعلان شكر كتبه ملك الشمس أبا. قتلة ونخاسون. أنتم أمسكوا بفاكهتكم. أيها النورة فاكهتكم، أنا من الوزراء لا الكارجا، لذا سأقولها لكم. ملك الشمس 13 كان قاتلا فعلا، طاغية ووحشا، أغار على قبيلتي لقربان دم مثل قبيلتك. لقد أخذوا أختي، أنا كرهت الكارجا، لكن الملك 13 مات منذ عامين الآن. ومن قتله؟ 14. أجل، ليس لتوقه للسلطة، لكن كان على أحدهم وضع حد لفضائع والده. أجل. الرسالة التي يريد هذا الكاهن المسكين قراءتها هي اعتذار مباشرة من الملك 14، لذا أرجوكم هلا أصغيتم له؟ شكرا لك. إن هذا إعلان شكر كتبه ملك الشمس أباد، الضياء 14 من السلالة المضيئة. يبدو أنه على ذلك الرجل الأصلع.
أنت الوحيد هنا الذي رأيته يملك مصلاطا، من أين أتيت به؟ ماذا؟ فتاة نورا ترتدي إحدى تلك الأشياء؟ هذا مستحيل، قبيلتك تخشى الأماكن القديمة وتحرمها. من قال إنني كنورا؟ لماذا؟ أعتقد ذلك إن ذهبت للتنقيب في أطلال عصر الحديد. ما المشكلة؟ أعتذر. عطل أولين، هل نكون صداقات مع المحليين؟ سوف أعود. مهلا. لا، فيما بعد علي الذهاب. واو، أعتقد أنه متأثر بالمشروب. إيه، لديك نفس حلية رأس أولين. متى أصبحت هذه الأشياء أنيقة؟ اسمه أولين؟ من هو؟ ومن أين حصل على هذه؟ إنه مجرد استغلالي له أصدقاء ذو السلطة، يقضي نصف وقته منقباً عن الآثار والنصف الآخر في اللهو. أما عن الحلية، نقب عنها في مكان ما، جوهرة غريبة يضعها على وجهه. لا أقصد إهانة، رائعة عليك. أنا سأذهب. أجل، اسمعي، ربما لا ينبغي أن أقول، أعني أنك ذكية وواضح. عما تتكلم بالضبط؟ سأخبرك بشيء، إن قمت بزيارة ميريديان ابحثي عني، سأريك المكان وأعرفك على أشخاص، ستكون حياة جديدة إن أردت. وسأعرفك أيضا على أختي، لها اتصالات كثيرة عني. ألم تتعرض للأسر والقتل بواسطة ملك الشمس؟ ها، قبض عليها، لم تقتل. يتطلب قتل إيرسا أكثر من عدة أفراد، استطاعت الهرب والآن هي قائدة فرقة فانغارد. قصة مثيرة، سأحكيها أثناء تناول المشروبات. على أي حال يجب أن لن أدع عديم الثقة من كارجا يمنعونني من التمتع. سنبدأ المباركة عند وجود القاضحين في مكانك. إيلوي، قفي في مكانك هناك، قنديل الدعاء لك أنت، صنعته من أجلك. هذا هراء. الأخوات، يا طامحون، أمام كل منكم يوجد قنديل دعاء صنعته أمكم على شرفها، أضيء شعالته. في شرف راست ولكل ما فعله لمساعدتي. الأم العظيمة، اسمعي دعاءنا. ماذا يكون الطفل إلا أمل أم ينطلق بعيدا، لهيب براق يتصاعد في الجو وينطلق حرا مع الرياح، يبحر في السماء حتى يتلاشى ويسقط. ومن شخص إلى آخر تنتقل دوما بسلسلة الحب. أهلا أولين. تعرفين اسمي؟ إيرند أخبرك. لما كنت تتصرف بطريقة غريبة؟ إنه المهرجان، أنا لست من الحشود بالتأكيد، ربما يجب أن أذهب. لا تهرب من أسئلتي. حسناً إهدائي، ليس لدي ما أخفيه. ماذا تفعل هنا؟ إيرند بحاجة لمستكشف لبعثته الاستكشافية وآخر لمشروباته، عندما ينتهي كل هذا سأعود. أنت مستكشف؟ مجرد غريب آخر، يجب على الرجل. لم أرى أحداً آخر لدي. في الأنقاض شمالي تكلين، هذا ما نطلقه على موطن وزيرام. هنا عمالقة معدنية نصف مدفونة في الأرض، كهوف منسية أقامها القد. وجدت مصلاتي في كهف كالذي تصفه أنقاض القدامى. إن نقضت بنفسك فأنت تعرفين ما أعرف، ابحثي عن إجاباتك هناك وليس عندي. عندما تحدثت إليك جفلت كأنك كنت تتألم أو تخاف، هل أظهر مصلاتك شيئاً؟ لم يرني أي شيء، لقد أخبرتك، لقد تعطل فقط، هذا يحدث دائماً. لست بارعاً في الكذب. هل تكذبين من تعرفت عليهم تواً؟ فقط من يكذبون
بحق النار والأنفاس، أنا رجل صريح منهك دون شيء لأخفيه. إن لم تصدقيني فهذه مشكلتك وليست مشكلتي. أنا لا أفهم، لدينا هذا الجهاز المشترك لكنك لا تحادثني. لدي كل ما أحتاجه من أصدقاء يا فتاة، لا تزعجيني. اعتدت أن تتجنبني القبيلة، اعتقدتك مختلفا. الأمر ليس شخصيا، ليس كذلك حقا. حاولي الاستمتاع الليلة، غدا يوم حافل، من الأفضل الاستفادة من كل يوم. عديمة الأم، ما رأيك؟ اعثري على سريرك واحلمي بالفوز بالإثبات، فهذا أقرب ما ستصلين إليه. هل هذا هو المهجع؟ ظننته المرحاض لما وجدتك واقفا هنا. إن وجودك هنا يسعدني. انظروا من جاء من البرية، المنبوذة عديمة الأم. أرى أن لديك ندبات جراء الحجر الذي رميته، تلك الذكرى أقدرها. أحياناً تكون حقيراً يا باست، فلتتوقف. وترتدين ملابس مثل أفراد. هكذا سيكون الأمر معك صحيح؟ هكذا الأمر مع الجميع يا منبوذة، مكانك البراري وليس قلب الأم، وبالتأكيد لا تنتمين للإثبات. تشعر بهذا، تعرف أنك ستخسر. تدربت طوال حياتي من أجل الإثبات، لست خائفاً منك. حقاً، الواثق هادئ. أتعرفين؟ أتذكر إعطائك هذه. ياه، النظرة التي بدت عليك حين أسقطت الحجر من يدك ممتعة. لا تذكر ذلك الجزء من القصة عندما تحكيه، ها؟ وسمتك يومها لإظهار خزيك. ما فعلته هو أن جعلتني أقوى. انتظر، سأريك غدا. أجل صحيح، ستفاجئين غدا. أوه، هل ستغلق فمك؟ يا محاربون تأهبوا! إبعادك عن هنا ماذا سيتطلب؟ تحطمت غنيمتك أيتها المنبوذة، ستحتاجين إلى أخرى. فلنسرع. قومي وتباتل الآن.
المطلوب هو الإنهاء. ينقص واحد. هل المنبوذة قادمة؟ كانت خلفي. ستكونين الأخيرة. عليك أن ترحلي من هنا. سيفوز باستا أو فالا وستصبحين محاربة عند انتهائك. غريب، هذا طريق قديم، لقد مات فيه اثنان وهو يكاد ينهار. المركز الأخير أفضل من الموت. واو 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 واو، بحق الأم العظيمة كأجمن ستقتلين نفسك. لن يصبح أسهل. سلب هذا الطريق جنون. لا مجال سوى التقدم. توقف هناك. هناك يجب أن أسرع. هيا الآن. أسرع. كيف تأخرا؟ هي مجنونة؟ جيد، أنا أتقدم. المنبوذة تلحق بنا. كيف وصلت إلى هناك؟ المنبوذة. منبوذة فازت بالإثبات؟ محال، لقد صارت محاربتنا الآن. لقد نجحت. مثلكم جميعا، طالما تضعين غنيمتك على الضريح. إنها إيلوي، من كانت يوما منبوذة والآن محاربة، وقد تفوقت عليكم. لن نفوز، لا يمكن إيقافهم. لا بسرعة إلى السلك المنزلق. اقتلوهم بلا شهود، بلا ناجين. هيا قاتلوا. لا، المزيد. يتقدمون. كم عددهم؟
الآن. انزلوا والفرصة سانحة. ثم مهمتك. احتم. ايلوي. Thank you.